هذا يقول نريد شرح مختصر صلاة الاستسقاء بمناسبة أنها ستقام إن شاء الله بعد قليل. صلاة الاستسقاء أن الإمام يأتي، أن الناس يخرجون لصلاة الاستسقاء، والأفضل أن تكون في صحراء خارج البنيان إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فتصلى في الجوامع الكبار، وفي مكة تصلى في المسجد الحرام، يخرج الناس لها لأنها سنة مؤكدة والناس بحاجة إليها، ثم يأتي الإمام ويصلي ركعتين، يأتي الإمام ويصلي ركعتين بلا أذان وبلا إقامة، صلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية سورة الغاشية، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب، يخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار ومن الدعاء بطلب الغيث، ويؤمن الناس على دعائه، ثم في آخر الدعاء يستقبل، في آخر الدعاء يحول رداءه الذي يلبسه سواء كان رداء أو جبة أو بشت، يقلبه يحوله، ويحول الناس أرديتهم مثل الإمام. والحكمة في ذلك والله أعلم الإشارة إلى تحول الحال من قحط إلى مطر، إشارة إلى تحول الحال، وتحول الحال أيضا من الذنوب إلى التوبة، من الذنوب إلى التوبة، وهو سنة نبوية، قلب الرداء سنة نبوية. ثم يستقبل الإمام القبلة، كل واحد من المأمومين يستقبل القبلة واقفا ويدعو الله عز وجل سرا، يدعو الله بالغيث، ثم يتفرقون. هذه صفة صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة إذا احتاجوا إلى المطر، إذا انحبس المطر فإنهم يطلبون من الله السقيا. وقد استسقى موسى لقومه كما ذكر الله في القرآن، واستسقى سليمان عليه السلام لقومه، واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء سنة مؤكدة والناس بحاجة إليها.